كم لك متزوجها؟ ما احبها. ما تحبها؟ ما احبها مره، ما احبها صادق، رب الكعبه ما احبها. والعشره شاب يقسم انه لا يحب زوجته ويعلق العشره والمعروف والخدمه موجوده وما احبها مره ما احبها صادق، رب الكعبه ما احبها. والعشره والمعروف والخدمه وال موجوده، الموده والرحمه موجوده، الموده والرحمه والعشره وكل شيء، بس حب ما احبها. وليش ما تطلقها؟ وش تبي؟ لا لا تظلمها معك؟ لا يا حبيبي ابو هشام. ايوه الحب والعشق إيه؟ والهيام إيه؟ والغرام إيه؟ كله ما يسمو لا يصل الى العلاقه الزوجيه، كلها دون العلاقه الزوجيه. اللي بينك وبين زوجتك افترض انه فوق اسم الامور هذه كلها، عرفت الفكره؟ يعني انت تعديت الحب والعشق، تعديت الحب والعشق والغرام والهيام والامور هذه كلها، هذه كلها لغيرها. اما زوجتك انت طال عمرك فالشيء اللي بينكم، الرابط اللي بينك اللي ربنا عز وجل قسمه لك بينك وبينها، اوكي، اكبر من الامور هذه كلها. ممتاز، يعني كويس علاقتك معها حلوه، تحترمها وكذا. دقيقه، طب بس المفروض تحبها.